الذهب والصدارة هما الهدفان الرئيسيان بالنسبة لأدعم اليد. لقاء إيران الذي انتهى بفوز منتخبنا بفارق 15 هدفا كان عنوانه الصدارة، تحقق ذلك بعد 10 دقائق من الشوط الأول عندما بدأ العنابي السيطرة على المباراة والعمل على توسيع الفارق مع المنتخب الإيراني بعد تألق أجنحة الفريق عبد الرزاق مراد وأحمد مددي اللذان صنعا الفارق من خلال استغلال أخطاء الخصم وتسجيل أغلب كرات الفاست بريك لينتهي الشوط الأول ب18 هدفا مقابل 6. في الشوط الثاني استمر الحال كما هو عليه مع استمرار تألق الأسماء الجديدة التي استدعاها بورخا فاليرو كمصطفى هيبة الذي سجل 6 أهداف ليصبح هداف المباراة، وكذلك تألق البدلاء بالراشد ووجدي سنان. محصلة هذا الأداء الرائع انتهى ب 35 هدفا للعنابي مقابل 20 للمنتخب الإيراني. انتهت مهمة الصدارة وبدأ الآن التفكير بشكل جدي بالهدف الآخر وهو الذهب. بعد الانتصار على إيران، عنابي اليد يكسب أسماء جديدة في المحفل الآسيوي، ويريد أن يقول للجميع بأنني سأحافظ على ذهبية إنشون بعد الأداء المبهر الذي ظهر أمام المنتخب الإيراني. خالد الحدي لقنوات الكأس، جاكرتا.